أكثر من 90 يوماً من الحرب على غزة أجبرت 90% من سكانها على النزوح عدة مرات. هذا ما أعلنت عنه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، مؤكدة أن المساعدات التي تدخل غزة حتى الآن لا تتناسب مطلقاً مع الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2,400,000، بينهم نحو 2,000,000 نازح جراء حرب الإبادة الصهيونية. كل الحياة عندنا هان معاناة بعد النزوح، بعد ما نزحنا الحياة لا تطاق، يعني لسه الموت أهول من الحياة. إحنا بنموت في اليوم 1,000 مرة، بنموت في اليوم 1,000 مرة، اللي استشهد مرة، إحنا بنموت في اليوم 1,000 مرة. مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أعادت التأكيد على عدم وجود مساحة آمنة في غزة، كما أكدت منظمات إنسانية وحقوقية أن السكان يعانون في غزة الأمرين ويتعرضون للتهجير داخل القطاع بشكل متكرر، ويعيشون ظروفاً صعبة للغاية ويفترشون العراء. والله معي 4 أولادي والمرأة 6، العيلة كلها. والله وضع تحت الصفر، من سقعة، من غاز، من كل شيء. إن شاء الله ربنا تطول عمرك. على الرغم من الظروف التي لا يمكن لبشر أن يحتملها، إلا أن الفلسطينيين يتمسكون بأرضهم ويرفضون الخروج منها أو التهجير خارج فلسطين، وهي عزيمة تزداد طردياً كلما زادت جرائم الاحتلال، عزيمة أجبرت دولاً غربية كثيرة على تغيير موقفها بعدما أحرجها صمود أصحاب الأرض في وجه الجرائم التي حركت الشعوب الغربية، حيث أكدت وزارة الخارجية الفرنسية على سبيل المثال عدم أحقية إسرائيل في تحديد مستقبل غزة التي تعد أرضاً فلسطينية.